تحت نيران الجيش الوطني هكذا تعيش ميليشيا الحوثي ونخلو صالح في محافظة شبوة. فمعركة تحرير بيحان تدخل أسبوعها الثاني بين كر وفر في مختلف الجبهات. فهنا اللواء 19 مشاه في الجبهة الشمالية يواصل عملياته العسكرية سعيا لاستكمال تحرير بيحان إلى جانب الألوية المشاركة في الجبهات الأخرى. عسيران تستطيع أن تقول تحررت عسيران طالما المديرية وعاصمة المديرية تحررت بقي إلا الأطراف الجنوبية الغربية فقط لا غير. يعني الآن نحن الآن على أبواب مدينة النقوب آخر المدن في مديرية عسيران الكبرى ونتجه إلى مديرية بيحان العليا بإذن الله. لكن تبقى المعضلة التي تواجه الجيش الوطني في هذه المعركة هي كمية الألقام التي زرعتها الميليشيا على أهم مداخل مدينة بيحان. أفراد اللواء 19 صامدون ولن نتراجع، ننتصر أو نموت، وسوف نحرر مديرية بيحان من الغزاة. هذا الجبل من أهم المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات في عسيلان من الجهة الجنوبية، لكنه الآن تحت نيران الجيش الوطني. أما المواقع المحررة فهكذا تبدو الصورة فيها في هذه الجبهة. استطاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في عسيلان إحراز تقدما كبيرا في المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيا. ورغم حقول الألقام التي زرعتها الميليشيا على طريق الجيش إلا أنه ما زال يواصل تقدمه. من مديرية عسيلان لجنة بلقيس إبراهيم حيدر.